ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sila penuhkan saf, luruskan saf dan rapatkan saf. Rahimakumullah. Allah masyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. صلي فضلا يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. وجهت وجهي النبي صلى الله عليه وسلم. إنا صلاتي. إنا صلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، وإياك نستعين،
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيبا لله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وبارك على محمد وعلى ما شاء الله في العالم وعلى طاعته سبحانه وتعالى قل الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم السلام عليكم ورحمة الله السخط والنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من تأخذ ولم شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذين كبروا تكبيرا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم في الأول والآخرين والآخرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. صلاة التراويح من قيام رمضان أثابكم الله. الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلاة التراويح من قيام شهر رمضان أثابكم الله صلي وسلم على محمد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكنا اضربوه ببعضها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الله السلام عليكم السلام عليكم شكرا السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. البدر منير محمد صلوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hari insyaAllah malam ni kita sambung hadis malam tak habis lagi. Sambung pasal kelebihan orang yang berpuasa. Di sini perlu diberi peringatan tentang satu masalah yang penting. Berdasarkan hadis-hadis tentang bau mulut ini, sesetengah imam telah melarang orang yang sedang berpuasa daripada bersiwak pada waktu petang. Tetapi mazhab Hanafi telah berpendapat bahawa bersugi adalah sunat pada setiap masa. Ini adalah kerana melalui bersugi, bau gigi yang akan hilang, sedangkan apa-apa yang disebutkan dalam hadis ialah bau yang keluar dari perut yang kosong, bukan bau dari gigi. Dalil bagi mazhab Hanafi ini dapat ditemui pada bahagian berkenaan dalam kitab-kitab fiqh dan hadis. Keistimewaan kedua ialah permohonan keampunan oleh ikan-ikan. Pernyataan ini mempunyai maksud untuk menerangkan banyaknya bilangan pemohon ampun. Perkara ini dinyatakan dalam beberapa riwayat. Dalam setengah riwayat dinyatakan bahawa para malaikat akan beristighfar untuk orang yang berpuasa. Bapa saudara saya iaitu Hazrat Maulana Ilyas berkata bahawa ikan disebut secara khusus dalam hadis ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaja'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah akan menanamkan bagi mereka perasaan kasih sayang. Suratul Maryam ayat 96. Diberitakan dalam hadis bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi mana-mana hamba, maka dia akan berkata kepada Sayyidina Jibril alaihissalam,
saya mengasihi si polan, maka kamu pun hendaklah mengasihinya. Sayyidina Jibril alaihissalam pemula mengasihi orang itu dan dia akan mengisytiharkan di langit. Si polan adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu semua mengasihinya. Lalu penduduk langit pun mula mengasihi orang itu. Kemudian kasih sayang terhadapnya akan disebarkan di muka bumi. Adalah satu perkara lumrah bahawa kasih dan sayang terhadap seseorang hanya akan dirasai oleh orang-orang yang berada di sisinya. Namun kasih sayang terhadap seseorang yang soleh begitu umum sehingga bukan sahaja datang daripada orang yang pernah berada di sampingnya, bahkan ikan-ikan yang tinggal di laut dan di sungai pun turut mengasihinya sehingga ikan-ikan itu pun turut mendoakan keampunan untuknya. Ringkasnya, kasih sayang terhadap orang soleh itu menjangkau daratan sehingga sampai ke lautan, dan ini ialah had tertinggi dalam kasih sayang. Oleh itu, doa keampunan daripada haiwan-haiwan yang berada di hutan diketahui dengan lebih pasti lagi. Keistimewaan ketiga ialah syurga dihiasi. Perkara ini telah dinyatakan dalam banyak hadis. Dalam sesetengah riwayat dinyatakan bahawa sejak daripada awal tahun lagi syurga mula dihiasi untuk Ramadan. Sememangnya menjadi peraturan bahawa sebanyak mana kepentingan kedatangan seseorang itu, maka sebanyak itulah persediaan untuknya diadakan terlebih dahulu, seperti persediaan yang dijalankan untuk perkahwinan. Keistimewaan keempat ialah penangkapan syaitan-syaitan yang sangat jahat. Lantaran penangkapan ini, kekuatan dorongan maksiat akan berkurangan, disebabkan mencurah-curahnya rahmat dan banyaknya ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Sudah tentu syaitan akan berusaha sedaya keras mungkin untuk menyesatkan, sehingga maksiat juga sepatutnya akan bertambah pada bulan ini tanpa had lagi. Namun demikian, keadaan sebaliknya yang berlaku. Kita dapat saksikan dan dapat dipastikan secara keseluruhannya bahawa pelakuan dosa akan sangat berkurangan. Berapa ramai kaki arak yang tidak lagi minum arak semata-mata kerana Ramadan. Dan demikian juga dengan dosa-dosa yang lain, pelakuannya secara terbuka akan berkurang. Walaupun demikian, pelakuan-pelakuan dosa masih tetap wujud. Namun kewujudannya tidak menimbulkan apa-apa persoalan terhadap kandungan hadis, kerana hadis ini menyatakan bahawa syaitan-syaitan yang sangat jahat sahaja akan dirantaikan. Maka tidak hairanlah kalau dosa-dosa itu adalah kesan daripada syaitan yang biasa. Dalam riwayat lain hanya disebutkan syaitan-syaitan tanpa dikhususkan kepada syaitan yang sangat jahat. Walau bagaimanapun, syaitan-syaitan yang dimaksudkan itu merujuk kepada syaitan-syaitan yang sangat jahat. Ini adalah kerana kadang-kadang sesuatu itu disebutkan secara umum di satu tempat, sedangkan pengkhususan terhadap perkara itu disebut di tempat yang lain pula. Oleh kerana itu, tiada lagi apa-apa kesangsian terhadap hadis tersebut. Sekiranya semua riwayat itu membawa maksud bahawa syaitan akan dirantaikan, maka keadaan maksiat yang masih juga berlaku tidak sepatutnya mencurigakan kita. Ini adalah kerana walaupun secara umum perbuatan maksiat adalah kesan daripada hasutan syaitan, tetapi disebabkan sepanjang tahun kita telah bersama dan bergaul dengan syaitan, maka kesan hasutannya yang beracun itu telah disebati dengan diri kita. Nafsu kita telah sebati dengan hasutan itu sehingga ketiadaan syaitan pun syaitan buat seketika tidak terasa lagi. Bahkan hasutan-hasutan itu telah menjadi tabiat kita sendiri. Inilah sebabnya kita dapati orang yang banyak melakukan dosa-dosa di luar Ramadan, mereka jugalah yang melakukan dosa-dosa itu apabila tiba bulan Ramadan. Oleh kerana nafsu seorang itu sentiasa bersama syaitan, maka kerana itulah kesan hasutannya pun berkekalan walaupun syaitan telah dirantai. Di sini terdapat satu ulasan lagi. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu melakukan satu dosa, maka satu titik hitam akan terlekat pada hatinya. Jika dia benar-benar bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang.
Jika tidak, titik hitam itu akan terus kekal. Apabila dia melakukan dosa kali yang kedua, maka titik kedua akan melekat pada hatinya dan seterusnya sehingga seluruh hatinya akan menjadi hitam. Kemudian perbuatan yang baik tidak lagi masuk ke dalam hatinya. Terhadap perkara inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa-apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Dalam keadaan itu, hati sendiri akan condong ke arah dosa-dosa tersebut. Inilah sebabnya ramai yang begitu mudah melakukan satu maksiat, tetapi apabila diajukan kepada satu maksiat yang lain yang sama besar, maka hatinya menolak. Contohnya, mereka yang minum arak. Kalau mereka disuruh makan daging khinzir, maka perasaan mereka menolak. Sedangkan kedua-duanya adalah sama dari segi dosa. Demikianlah juga apabila di luar Ramadan dia selalu melakukan dosa-dosa, maka hatinya telah diliputi dengan dosa-dosa itu yang menyebabkan pada bulan Ramadan pun dosa-dosa itu dilakukan tanpa diperlukan lagi syaitan-syaitan untuk menghasutnya. Ringkasnya, maksud hadis tersebut ialah walaupun semua syaitan dirantai, tetapi jika berlaku juga dosa-dosa dalam bulan Ramadan, sebenarnya tidak menimbulkan apa-apa kesangsian. Lebih-lebih lagi jika hanya syaitan-syaitan yang sangat jahat dan paling celaka sahaja yang dirantai, maka sudah tentu tidak ada apa-apa kesangsian langsung. Inilah pendapat yang lebih baik bagi saya yang serba lemah ini. Dalam bulan Ramadan, sama ada untuk melakukan kebaikan atau untuk menjauhi kejahatan, tidak memerlukan usaha yang kuat seperti di luar bulan Ramadan. Setiap orang boleh memikirkan dan mencubanya. Sedikit kesungguhan dan tawajuh sudah mencukupi. Hazrat Maulana Syah Muhammad Ishaq pula berpendapat bahawa kedua-dua hadis tersebut digunakan untuk orang yang berlainan, iaitu untuk orang-orang yang fasik, syaitan yang sangat jahat akan dirantai, sementara untuk orang-orang yang saleh semua syaitan akan dirantai. Keistimewaan kelima ialah orang yang berpuasa akan diampunkan pada malam terakhir bulan Ramadan. Perkara ini telah pun dinyatakan pada hadis pertama. Oleh kerana Lailatul Qadha adalah malam yang paling afdal antara malam-malam Ramadan, maka para sahabat telah berfikir bahawa kelebihan yang begitu besar pastilah untuk malam tersebut. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kelebihan Lailatul Qadar adalah kelebihan yang berasingan, sedangkan ini adalah hadiah kerana berakhirnya Ramadan. Jadi alhamdulillah, kalau kita dengar daripada keterangan-keterangan tentang kelebihan-kelebihan pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, Allah Taala akan bagi pada dia, pada kita semua, lima kelebihan yang tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Jadi sangat beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikurniakan lagi bonus, iaitu bonus Lailatul Qadar untuk kita usaha, untuk kita usaha supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan Lailatul Qadar itu pada kita. Dan itulah yang kita harapkan apabila berjumpanya Ramadan. Ada. Dan hadis ni kata bahawa apabila berakhirnya Ramadan, maka semua dosa-dosa akan diampunkan. Itu satu kelebihan lain. Dan untuk hadiah Lailatul Qadar, itu hadiah yang berasingan. Jadi dua pahala, dua kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita andai kita dapat dua kelebihan tadi. Habis puasa dan dapat Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Jadi harap-haraplah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kurniakan, rezekikan kita dengan berjumpa dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, subhanallah la ilaha astaghfiruka. Sambung semula solat tarawih kita insya-Allah. Thank you.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر افتحي السلام السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اجعلنا من الإيمان كاملين آمين. ولفرائدك مؤدين آمين. وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين آمين. ولما عندك طالبين ولعفوك رجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي آمين. الآخرة راغبين آمين. وبالقضاء رادين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين آمين. وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخرين وعلى سريرة الكرامة قاعدين
وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أوتروا ومجدوا وعزموا من شهر الصيام رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله صلي صلوات ركعتين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله عثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر التحية الصلاة السلام عليك أيها الله السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أما صليت على أما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية الصلاة السلام عليك الله السلام عليك شهد الله أما صليت على سيدنا أما هانت على سيدنا أما باركت على سيدنا العالمين إنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو إن الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا ووالدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Masuk subuh. Masuk.